عندنا موسم بطيخ السنة هاي صراحة. الموسم كان ضعيف من حيث الإنتاج لأنه المزارع الفلسطيني ما تشجع أنه يزرع. سابقا العام الماضي والسنوات السابقة المزارعين الفلسطينيين زرعوا آلاف الدونمات، ولكن مع كل الأسف بطيخهم ومحصولهم ضل بالأرض. رغم قديش احنا حاولنا نساعد ونسوق المنتج وكثير جمعيات وكثير مؤسسات في البلد هبت تدعمهم، ولكن ظل المنتج الإسرائيلي مغرق الأسواق الفلسطينية. فصار إحباط عند مزارعنا الفلسطيني أنه السنة بكل صدق هذا يمكن آخر موسم اليوم وبكرة وبعده بيخلص الموسم الفلسطيني بالبطيخ. بحكي قاعد أنا من الأغوار الشمالية، من سهل البقيعة، من عين البيضة، عين السكوت، واتجاه جنوبا حتى أريحة أو امتدادا للبحر الميت. الموسم الفلسطيني خلص بطيخ نهائيا لأنه المزارعين الفلسطينيين زرعوا كميات جدا قليلة السنة هاي. وهالشيء هذا طبعا سببه بيعود زي ما حكيت مسبقا أنه إغراق الأسواق بالمنتجات أو البطيخ الإسرائيلي. أنا جاي مع ابني مهندس زراعي، بحب يتخرج من جامعة النجاح، بحب يزرع أصناف شوي مش متواجدة في السوق حتى يغطي استهلاك الناس منها، لأن عادة بيستوردوها من إسرائيل. فبزرع عنا في بيوت بلاستيك الخيار البيبي والبندورة الشيري اللون الأورنج والحمراء. فكرة السوق البابورية فكرة كثير حلوة لأنها بتعرض المنتج الوطني الفلسطيني، وهي الحمد لله يعني هذا المنتج بجودة المنتج الإسرائيلي، عشان هيك في إقبال عليه من الناس. يعني الناس كثير ناس بأخذوا منها وبرجعوا يسألوا عنها إنه لقيناها ممتازة وجودتها عالية بتضاهي المنتج الإسرائيلي. احنا منتجاتنا بتتالف عن شغل يدوي وبيتي، مخللات تمام، وفواكه صيفيه والمرميه الجبليه، بنلقطها كله من الجبل وبنشتغلها احنا بالدار، وهذه مصدر دخل لنا في الدار. هي مش معروفه كثير، احنا دخلنا محدود بس شغلنا بالبيت وبالمعارض. بنسوق احنا البكينا الانتاج تبعنا في البلد، يعني يجي يشتري من عندنا، بس بكى يعني أثر علينا شوية اللي يستوردوه من إسرائيل. بس هلكين الحمد لله إحنا شجعوا الناس وصاروا يدشروا المنتجات الإسرائيلية وصاروا يدعمونا ويسووا لنا هالأسواق، هذول سوق الفلاحين، وانبسطنا والحمد لله ماشية الكيتي، والناس صاروا يعطوا فرق بين المنتوج الإسرائيلي والمنتوج الفلسطيني. وعندنا احنا بيطيع عندنا في الصيف عندنا المشمش هي نازل، عندنا التوت البلدي نازل، في عندنا فكوس وكوسا والباميه قريب ما تنزل، بندوره البلديه والبركوك كلها. الحمد لله هذا موسم صيفي، وان شاء الله لنا بنضل الناس يعرفوا بين قيمه الفلسطيني المنتوج الفلسطيني الفلاح اللي بتعب فيه وبحط له شيء كيماوي، وبين المنتوج الاسرائيلي اللي كله كيماويات. المشمش هذا اللي بنسميه المشمش المسكاوي الجفناوي. هلا المشمش مشهور بجفنه، له موسم معين خلال فتره محدوده من 9 ل 10 ايام، فعشان هيك بنسميها الجمعة المشمشية. كنا نعمل احتفالات ومهرجانات وأيام جفناوية، كان يجي الشعب عليها من الخارج من كل بلد على مستوى الوطن عشان يشتروا ويأكلوا هذا المشمش الجفناوي. فعشان هيك هذا المنتج الفلسطيني لازم ندعمه.